صباح الخير على متابعينا في كل مكان، متابعين تلجراف مصر، معاكم آلاء محمود من محافظة الإسكندرية، وأهلا بيكم في لايف جديد. يعني احنا مستمرين اليوم في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، واستمرار الموجة شديدة الحرارة حسب ما اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية. يمكن احنا بداية من 17 يوليو كان في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة كبداية لموجة حرة، ويعني مستمرة الى يعني لحد الآن. ومن المفترض أن يتم الانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات على شمال البلاد اعتبارا من يوم الجمعة القادمة، ولكن النهاردة بتسجل درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية 34 درجة مئوية للعظمى و 25 درجة مئوية للصغرى، والمحسوسة 37 درجة مئوية. يعني يمكن كمان درجة الحرارة بتصل في عدد من المحافظات اليوم إلى 46 درجة مئوية، خاصة طبعا محافظات الصعيد. لذلك طبعا يعني الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتحذر من التعرض المباشر للشمس، خاصة يعني لو هيتم التعرض لفترات طويلة. طبعا بتحذر هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لفترات طويلة لأشعة الشمس. وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية استمرار الموجة الحرة حتى يوم الخميس 25 يوليو. زي ما قلت لحضراتكم ان بداية من يوم الجمعة هيكون في انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين الى 3 درجات مئوية. يعني اما بالنسبة لحالة الطقس اليوم الاثنين 22 يوليو، بيسود طبعا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على اغلب الانحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، مائل بالحرارة رطب ليلا على اغلب الانحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. ويعني شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية يوم الاثنين 22 يوليو. ولكن متوقع من غدا الثلاث 23 يوليو الى الجمعة 26 يوليو ان يكون في فرص امطار خفيفة تكون رعدية احيانا ومصحوبة بنشاط رياح مثير للرمال والأتربة، وده بحسب ما اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين 22 يوليو الى السبت 27 يوليو. ولكن طبعا زي ما تابعت مع حضراتكم ان النهاردة في استمرار يعني للموجة شديدة الحرارة، ويعني الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتحذر من عدم يعني التعرض المباشر للشمس فترات طويلة، وكمان يعني بتؤكد على ضرورة شرب كمية كافية من السوائل والمية، ارتداء الملابس طبعا القطنية،
ويعني عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة زي ما تابعت مع حضرتك. طبعا يعني في ظل الموجة الحارة اللي بنشهدها، وزارة الصحة يعني يمكن أعلنت عن نصائح عامة للمواطنين بالتزامن مع الموجة الحارة اللي بنشهدها. طبعا يعني في بعض الأمراض مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، أولها هي الإجهاد الحراري، او يعني يمكن تؤدي لتعرض لضربة شمس، دي بتكون بداية من الدوخة وبيكون في انخفاض في ضغط الدم وصداع. طبعا في الحالة دي يعني بتؤكد على ضرورة عدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة. كمان يعني لو حد هيضطر ان هو ينزل يختار الأوقات البعيدة عن الذروة، وارتداء طبعا الملابس الخفيفة والقطنية، والابتهار من شرب المية والسوائل الطبيعية وليس المنبهات زي الشاي والقهوة. طبعا في حالة التعرض يعني لأي أعراض إجهاد أو صداع، مهم جدا إن أنت يعني تتوقف عن ممارسة أي مجهود بدني، ويعني تقعد في مكان بعيد عن الشمس. يعني زي ما تابعت مع حضراتكم، مهم طبعا يعني نحنا في الموجة الحارة دي نحنا نكون حريصين على شرب الكثير من المية، لان طبعا المية بتساعد على تعويض السوائل المفقودة والاملاح اللي بيفقدها الجسم في شكل عرق. وزي ما اكدت على حضراتكم ان احنا نتجنب التعرض للشمس خلال طبعا اوقات الذروة، يعني بتكون اكتر من 12 ظهرا ل4 مساء. وطبعا يعني مهم جدا ان احنا نحرص على التهوية، ان احنا نكون في مكان جيد التهوية، سواء باستخدام المراوح او التكييفات، وارتداء الملابس القطنية والخفيفة. وطبعا يعني زي ما تابعت مع حضراتكم ان النهاردة يعني لحد يوم الخميس هيكون في استمرار للموجة شديدة الحرارة، وبداية من الجمعة هيكون في انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأقصاد الجوية. تابعينا في كل مكان، تابعين تلجراف مصر، بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا.